كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ونرجع الله تجمعهم الهدى فلا تكونن من الجاهلين يستجيب الذين يسمعون والوضع يبعثهم الله ثم إليه يرجعون نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا الله ما فرد بالكتاب من جهة ثم إلى ربهم يرجعون في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمان الله وما فرضنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يرجعون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضل ومن يشاء يجعل على صراط مستقيم أتاكم عذاب الله أو أتاكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه وتنصرون ما تدركون فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون تضرعوا ولكن أزغلوكم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون قضى عذاب القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين رأيتم إن أخذ الله سمعكم وبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم بذرك من ضرب آياتكم مفسدون أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهلة يرد إليكم ظالمون المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن واتبع فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي من العلماء والبصير أفلا تتذكرون أنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دوني ولي ولا شفيع لعلهم يتقون أطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين فطنا بعضهم ببعض ليقولوا أهذا من الله عليهم بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة إنه من عمل من قرصوا بآياتكم وطاب من بعده وطاب إنه غفور رحيم وكذلك أرسل الآيات ولنستبين سبيل المجرمين نريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل لو أن عندي ما ضللت وما أنا من المهتدين إني على بينة
بينة من ربي وكذبتم به ما عندي وكذبتم به ما عندي وكذبتم كذبتم عندي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن هم إلا لله يقضي الأمر وهو خير الفاصلين لكم إلا لله يقضي الأمر وهو خير الفاصلين تستعجلون به يقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رب ولا ياسر إلا في كتاب مبين هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه لقضاء أجلكم ثم إليه مرجعكم وينبئكم بما كنتم تعملون القاهر فوق عبادي وبلغ عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت فردونا والله فرقتونا ردوا إلى الله مولاهم ربي ألا له الحكم وأصحاب الحاسبين أنجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه أرفعهم إلى الأنجيكم من الشاكرين نجيتنا من الشاكرين ينجيكم من عون كل كرب ثم تشركون قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيك بعضكم بأس بعض الرحمة تصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبإ مستقر وسوف تعلمون رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينزلنك الشيطان فلا تكن الذين علوهم الظالمين الذين يتقون من حساب شيء ولكن لعلهم يتقون الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون ولا ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدانا قل إن هدى الله والهداه من أهل الزمن رب العالمين أقيموا الصلاة واتقوه الذي إليه تهجرون خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقولكم فيكون قوله الحق وله الملك يوم يقوم بالصور عالم الغيب والشهادة والحكيم الخبير قال إبراهيم لأبيه أجر أتتخذ أصنام آلهة من الله وهو أمر في ظلال مبين كذلك نري إبراهيم مرموط السماوات والأرض وليكون من الموقنين جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فما أبدا ما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فأما أفلا قال لأجلني ربي أكون من القوم الضالين رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا نور فأما أفلا قال يا قوم إني بريء مما تشركون وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا حاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء وسع ربي كل شيء مما أباد ويذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يزل عليكم سلطان طيب فإليك أحد ولم يكن تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربنا حكيم عليم ربنا له
حالا ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجي المحسنين زكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين واليسع ويوسى ولوطا وكل من فضلنا على العالمين من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ويجعلون عبد عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إلا ذكرى للعالمين أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة ثم يكفر الحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء هدى الله فبهداه مقتدي والله أسألكم عليه أجرين إلا أجر للعالمين قدر الله فقدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيرا وأعلنتم ما لم تعلموا أنتم على آباؤكم إلا أنتم ذرهم في خوض يلعبون كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآية أو كذب أو من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير ربكم من آياته تستكبرون جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء ولقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تفكون الإصلاح وجاعل الإصباح خالق الإصباح وجائل الليل سكن والشمس والقمر حسبان ذلك تقدير العزيز العليم والذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر لتبصر الآيات لقوم يعلمون والذي أنشأكم من نفس واحدة ومستقر ومستودع وتبصر الآيات لقوم يفقهون والذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من ضلعها قنوان دانية وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إلى أثمره إن في ذلكم الآيات لقوم يؤمنون شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء وعبده وعلى كل شيء وكيل لا تدرك الأبصار واللطيف الخبير أكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمل عليها وما عليكم حفيظ كذلك نصرف الآيات ويقولون لا تزعم إنه لقوم يعلمون ما أوحى
أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وحده لا اللهم أشركنا ولا ما أشركوا وما جعلناك عليهم عقيدا وما عليهم عقيدا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم يا ربي ما جاءوا فينبئهم بما كانوا يفعلون فاقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشركون إن آياتا لا يؤمنون يصغركم إنا إذا جاء لا يؤمنون يقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وما كانوا يؤمنوا إلا يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ثم يقول غرورا ولو جاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون لتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقربوا ما هم مقربون فغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المنطقين وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم تضع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله يتبعون أيضا وإن لا يحصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله والله أعلم بالمهتدين مما ذكر اسم الله عليهم كل في آيات المؤمنين لكم ألا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمهتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يسرون إثم سيئون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق وإن ليس ياديل ليوثون إلى ولا تأكلوا مما ذكر اسم الله مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين يدعون إلى أوليائهم ليجادلوكم إن أطعتموهم إنكم لمشركون كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثل بالظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميا يمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون جاءتهم آية قالوا لن نؤمن لك حتى وقالوا